أحبهم قلبي أهل الكساء النبي محمد وفاطم وعلي والحسن والحسين قرة عيني يحبهم قلبي أهل الكساء النبي محمد وفاطم وعلي والحسن والحسين قرة العين. اسمع يا أخايا قصة مضت تفرح القلب كلما ذكرت. اسمع يا أخايا قصة مضت تفرح القلب كلما ذكرت. لبس النبي كساء زهى الكساء به أتى الحسن إليه فأدخله فيه وأدخل في الكساء كذلك الحسين. وحين أتت فاطمة ضمها للإثنين وجاء إليه علي فأدخله معه صار في الكساء أربعة ضمه. وجاء إليه علي فأدخله معه صار في الكساء أربعة ضمه. فرحوا فرحا عظيما بداخل الكساء يضمهم حنانا وحبا واعتناء. قال النبي ربي يريد لكم قدرا يا آل البيت فضلا منه وكرما. قال النبي ربي يريد لكم قدرا عنكم في الماضي والحاضر ويطهركم تطهيرا في الباطن والظاهر. يحبهم قلبي أهل الكساء النبي محمد وفاطم وعلي الحسن والحسين قرة عيني. يحبهم قلبي أهل الكساء النبي محمد وفاطم وعلي الحسن والحسين قرة عيني. يحبهم قلبي أهل الكساء يحبهم قلبي.